بس انت رجعتي وابني بحضنك فاجأتيني كتير. يا سبحان الله. طلعي، معقول انا صرت اب يا بنت؟ ايه صرت اب. سبحان الله، ما حسيت غير صرت اب بين يوم وليله. طلعي شكله ما بيشبهني بالمره، ما كأنه بيشبه ابي الله يرحمه. طلع بتشبه جدك يا ولد. انت بتشبه جدك حبيبي. كلثوم مبروك يا بنت، فرهاد طلع من العملية. بابا، انت ما نمت لهلا؟ ما بقدر نام قبل ما اطمن على بنتي. كيف كانت الحفلة تبعي؟ نام قباك وقت شافني كأنه شايف عزرائيل بوشه فجأة. يبرو بنتي، شو اجيتي؟ ما كان لازم اجي يعني؟ طيب مو انتو اللي عزمتوني؟ ايه طبعا لازم تجي، بس اصلي لسه ما اجت، منشان هيك انا سألتي. اكيد قوصوا على البنت يلي راحت بدالك. بس انت يلي انقذت حياة بنتك بابا. وانت روح قلبي، ما كان في عيش لو ما كنتي بحياتي، وهلا لازم توعديني اذا صار وانا متت غدر مثلا. بعيد الشر عن قلبك بابا، ما تقول هالحكي. ما حدا بيقرا الغيب، ومع هاد بدي توعديني انك تكملي من مكان ما وقفت. لا تشك بهالشي بالمرة. يلا على النوم فورا، ماشي؟ عابدين، شو قاعد عم تعملهم بهالوقت؟ فيك شي؟ لا فيلدان، عم شم هوا. جنيد، تعا عاوزك شوي. خير عابدين، شو في؟ شو صاير؟ خير يا فيلدان، خير. طيب أساساً صار وقت نوم أوزجي، نحن فايتين. خير عابدين؟ نزيل انزيل على الأرض. أه
وهلا بدي اياك تفتح لي اذنك منيح. اسمعني كثير منيح صهري، بعرف قلة الضمير والاخلاق يلي عندك، والعقوبة واضحة. انا ما رح موتك بس مشان اختي، وحتى ما تعرف البنت شي عن وساخة ابوها وتسأل حالها ليش انقتل، ولأنه كلثوم صدقتك مشان ما تزعل أكتر مو زعلانة. بس هلأ إذا بدك تعيش مثل ما بيعيش أي رجال، حتى إذا بدك تتنفس وما لقيت هوا، اوعى يخطر ببالك تقرب من كلثوم يوم من الأيام. حتى عينك ما بدي تجي على عينها، عم تفهم شو عم قلك؟ اسمع، وإذا صار ونسيت كل اللي قلت لك إياه ومشيت ورا الشيطان وفقدت عقلك، ساعت لك لوم غير حالك. صدقني رح أقتلك، لأني أنا بنص عقل بهيك أمور. بقتلك بدون ما أفكر لحظة واحدة أنا ليش عم أعمل هيك.